انا كنت حريص ان انا احضر مع شباب هذا المؤتمر لان انا مقتنع بيهم جدا، ويعني شرفت بان انا عملت معهم عندما كنت رئيسا للحزب، وبالتالي اي دعوه منهم في اي مكان او اي مناسبه انا لازم البيها فورا. وفعلا انا لسه راجع من الخارج يعني، لكن قلت لازم اجي احضر معاهم لان هم فعلا شباب مشرف، واعتقد هم فعلا امل مصر ان شاء الله. لا، كلمه الاغلبيه ديت كلمه صعبه على كل الاحزاب، فبالتالي ما فيش داعي ان احنا نرفع التوقعات، خلينا عقلانيين ولسه بدري على الكلام ده.